من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في تصريح خاص لمركز الأخبار أن توجيهات جلالة الملك المفدى ومساندته للسلطة التشريعية مكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل وانعكس على نهضة وتطور مملكة البحرين. وثمن الصالح الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي نتج عنه تعاون مثمر وفعال بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة لمساهمته في تحقيق كافة الغايات الوطنية المنشودة. بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريحي الخامس، يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي لولا دعمه للسلطة التشريحية لما أنجزنا ما أنجزنا في خلال هذا الفصل التشريحي والفصول التشريحية السابقة. والحمد لله كان الإنتاج غزير ووفير وغطى جميع المجالات، ونحن في مجلس الشورى نود أن نؤكد لجلالته لولا الدعم والمساندة التي لقيناها من جلالته لما حققنا ما حققنا. والحقيقة بأن هذا الاهتمام وهذا التعاون ما بين السلطتين التشريحية والتنفيذية أيضا حقق إنجازا كبيرا بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن. نحن في مجلس الشورى وحسب صلاحياتنا الدستورية نهتم بالمشاريع، مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين، ولذلك أنجزنا خلال هذا الفصل التشريعي الزاخر بالإنجازات حوالي 229 مشروع قانون وحوالي 61 مقترح بقانون وحوالي 43 أيضا مرسوم بقانون وأيضا حوالي 114 سؤال موجه إلى أصحاب السعادة الوزراء. هذه القوانين وأكثرها قوانين مهمة تصب في تحقيق التنمية المستدامة في البحرين.